ككل سنة يتكرر سيناريو أزمة النقل أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت ولاية غليزان أزمة خانقة في مختلف وسائل النقل. مناسبة الظاهرة هذه تاع النقل، هذه بالمناسبات في العيد الأضحى أو العيد الصغير، صرا بروبليم عندنا هنا في النقل. يتحكموا كما يبغوا للسيارة الأجرة. كنا نروحوا ب 7000 يوم يدونا ب 15 من أي بلاصة. المناسبة اللي يكونوا عيانين وكاع يبغوا يريحوا وكاع ما يخدموش. وضع جعل المواطنين يستنجدون بالسيارات كلونديستا الذين اغتنموا المناسبة لرفع تكاليف النقل منتهزين الفرصة لتوفير مدخول مادي. ولاية غليزان النقل فيها قليل، وراه الكلونديستا راه يدي بالغلا، راه منا بشميريك يدي ب 10000 و 20000، يطلعك منها للسبيطار ب 10000 ولا يطول معاك يروح ويخليك. اما لي والنقل عندنا قليل. ترافيك طاكسي ولا كلونديسا نورمالمون 2000 يقول لك 20000. ترونسبورتر راه مقلب بزاف. انا نخلصوا في اليوم تاع العيد. لتبقى تصريحات المسؤولين لا محل لها من الواقع الذي ارهق كاهل المواطن البسيط.